مساء الفل والورد والياسمين الأحلى وأغلى متابعين، إن شاء الله كلكم بخير وبأحسن حال. لو أول مرة تشوفوني معكم شيرين من قناة 7 ستار. اليوم إن شاء الله حقدم لكم طريقة عمل الكنتاكي الأصلي في البيت، ما بياخد معكم جهد أو تعب أو حتى مقاديره متوفرة في كل بيت. طريقة سهلة وبسيطة ومتناول الجميع. الطريقة هذه نفس طريقة المطاعم بالضبط، ما بتختلف عنها نهائيا، لكن هي حتنعمل اليوم في البيت. بتحداكم إذا ما طلع معاكم نفس الشكل وأطيب وأشهى منه. حفرجيكم كيف صوته وقرمشته من برا. شايفين كيف الصوت؟ خلينا نروح نشوف المقادير بطريقة التحضير. بالمقادير عندي نص كيلو صدر دجاج مقطع طولي بالشكل اللي انتو شايفينه، قطع متوسطة، نص كيلو من أفخاذ الدجاج، الدجاج مغسول قبل كده بخل وطحين، نص لتر من المية ومعلقتين كبار من الملح. هاي حتكون مرحلة النقع. هنحط الدجاج أقل إشي 6 ساعات. الأفضل لما نيجي نعمل كنتاكي نحضر قبل بيوم أو قبل بيومين. زي ما أنتوا شايفين أنا هذا التحضير كان مسبق مش نفس اليوم. هحط الدجاج في المية هذه، والمية هاي حتكون مع ملح. مرحلة النقع أقل إشي 6 ساعات، في المطاعم بحطوها من 12 لـ24 ساعة، كفاية 6 ساعات. هيك إحنا بعد 6 ساعات هنشيل المية منها ونغسلها. شايفين كيف بسكينة عمل فتحات ما بين اللحم والعظم هيك لحتى يفوت البهارات كلها، ولما نيجي نقلي كمان يفوت الزيت لجوا وتنقلي كويس. بالمقادير عندي فلفل أسمر وفلفل أبيض وبهار توم وبهار بصل وبابريكا مع شطة وملح ومرق الماجي. مرق الهماجي هاي لأنه فيها مادة اسمها الجلوتومات بتخلي الدجاج يستوي بزيادة، بس هما ما بيحطوها. هنتبل ونحط كل البهارات في صحن. في المطاعم الأصلية هما ما بيحطوا لا فلفل أسمر ولا فلفل أبيض ولا إشي، بس توم وبودرة البصل، بودرة التوم وبودرة البصل والبابريكا. الشطة حتزيدوها، أنا هنا كنت عاملة مقدار وحطها على جنب، بس أنا هنا حفرجيكو بشكل مباشر. حشيل منه معلقة أحطه على الطحين بتاع التتبيل، والباقي هحط عليه مية وأحط الدجاج بقلبه نفس طريقة المطاعم الأصلية، لكن هو زي ما قلت لكم ما بحطوا لا فلفل أسمر ولا فلفل أبيض. حسيبه هيك أنا ليلة كاملة بالتلاجة، ليلة كاملة بالتلاجة زي ما قلت لكم، بتسيبوه وبتغطوه. طبعا أنا في طبيعتي لما بشتري دجاج بقشت الدجاج وبتبله وبحطه بالفريزر، وقت ما بدي بطلعه. هفرجيكم شو سويت انا في كيس. زي ما انتو شايفين انا هنا عملت نفس الطريقة ووصلت لهاي المرحلة وحطيتهم في كيس وحطيتهم بفريزر، وقت ما بدي بطلع وبقلي. هاي عندي كمان كي اف سي زي ما انتو شارف، يعني حار. هاي اجنحة الدجاج، بس حبيت اكون معاكو وافرجيكو انا ايش عملت. هذا كان تقريبا نص كيلو صدر دجاج ونص كيلو فخاد، حشيل المية، وعندي كمان نص كيلو من الأجنحة ونص كيلو كمان من صدر الدجاج الحار. هذا المكانش حار عندي للولاد. هيني شلت المية زي ما انتو شايفين، والعظم ما في ولا اشي من الدم. حنيجي لمرحلة التتبيل اللي هي نعمل القشرة الخارجية. هاي عندي الطحين حطيت عليه معلقة البهارات اللي اخدتها من المقدار نفسه، البهارات عندي كيلو من الدقيق ولتر من المية.
هتبل معاكم زي ما انتوا شايفين، لا هحط لا نشا ولا بيكنج باودر، هحط بس اربع قطع واقلبهم. طريقة التقليب اصابيع تكون بعيدة عن الدجاج، ومش هضغط ضغط زي ما انتوا شايفين، هتكون الايد خفيفة. هقلب تقليب نفس شغل المطاعم بالضبط، هضغط 3-4 ضغطات واشيل الدجاج واحطه بالمية فقط 3 ثواني. هنعد 1 2 3 واشيل. فيكم تحطوا قطعة قطعة، بس الافضل انكم تعملوا بمصفاية مثل ما انتوا شايفين. 1 2 3 واشيل واقلبها واشيل منها المية واحطها على الطحين كمان مرة، واقلبها كمان مرة. لو حبيتوا القشرة تكون سميكة كتير فيكم تعملوها 3 مرات الطريقة هاي، انا عملتها مرتين فقط، هي الافضل بس مرتين مش اكتر. لو حبيتوا تعملوا 3 بس 3. زي ما انتوا شايفين قلبت هيك، زي ما انتوا شايفين هاي عندي المرحلة الاولى من مرحلة التغليف. هاي عندي مصفاية كمان او المنخل زي ما بتسموه. هيك افضل، لو كان كمية الدجاج عندكم كبيرة افضل من انه نعمل واحدة واحدة. هشيل منها الطحين، هاي المرحلة الثانية زي ما قلت لكم. هحطها في المية كمان 3 ثواني، هنعد 1 2 3. هحطها بالمية 3 ثواني وارجعها على الطحين. الطحين زي ما قلت لكم بس عليه البهارات وملح فقط لا غير. هقلبها كمان تقليبة، عدوا من 15 ل20 مرة وانتوا بتقلبوا. فيكوا تكتروا حسب الإناء اللي فيه طحين عندكوا كبره، فيكوا تحطوا طحين وتضلكوا تقلبوا. فيكوا تحطوا كمان 8 قطع بس يكون الإناء أكبر من هذا الحجم. شايفين كيف عندي؟ هيك أنا خلصت مرحلتين عملت زي ما قلت لكم. القشرة الخارجية هتكون، أنا استكفيت بمرتين. شايفين كيف؟ نحاول كمان إحنا ما نضغط بالزيت، أنا حميته. الزيت لازم يكون متوسط، لا ما يكون حامي حتى ما يستوي من برا، ومن جوا ما يكون مستوي. هياخد معانا فقط 15 دقيقة، والأفضل إنه يكون الزيت غامر الدجاج، وإحنا مش حنقلبه نهائيا، حنسيبه هيك 15 دقيقة ونسكر عليه. بعد 15 دقيقة أشيله. لو مش متوفر عندكم طنجرة الخاصة بالقلي فيكم تعملوا عادي بطنجرة عادية وبس تغطوها، أو القلاية المتوفرة عندكم. بعد 15 دقيقة زي ما أنتوا شايفين الشكل كيف، شايفين ما أحلى حتى اللون والطبقة الخارجية كتير كتير بشهي، وحتى الأولاد كتير حبوه، أنظف وأطيب من برا، كتير كتير طيب وبشهي. وإن شاء الله يربي تجربوه أنتو كمان. حسمعكو كيف الطبقة الخارجية من برا، شايفين كيف؟ أعمل كمان وجبة وأسيبها كمان 15 دقيقة. شايفين أنا أخذت تقريبا 5 وجبات عملت، يعني عاملة 2 كيلو.
وهيك أنا خلصت كل الكمية. عندي أجنحة وأفخاد من الدجاج، وكمان عندي صدر. شايفين كيف ما أحلاها من جوا أبيض؟ البهارات اللي إحنا بنحطها ما إلها علاقة بالكنتاكي خالص، بس لو أنتوا حبيتوا تضيفوا أي نوع من أنواع البهارات اللي أنتوا بتحبوها ضيفوها، بس أنا حبيت أقرب لكم الوصفة الأصلية. هذا صدر الدجاج بالمطاعم الخاصة بالكنتاكي، هم عندهم أسماء كتيرة وسندويشات ووجبات. عندهم تويستر كنتاكي وزنجر كنتاكي وستريبس كنتاكي ونايتي زنجر. هي نفسها زي ما انتو شايفين، هيك عندي أنا جناح من جوا، شايفين كيف أبيض وما في لا عرق ولا دم ومستوي. زي ما قلت لكم السندويشات نفس الموجود عندكم، أصلهم أنهم بغيروا شوية بالسندويشات والصوصات. وعملت أنا جنبها سلطة كولسلو، هحط لكم إياها إن شاء الله بخانة الوصف. سهلة وبسيطة ومقاديرها متوفرة. وهيك أنا خلصت معاكم وصفتي لليوم، بتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويعطيكم ويرضيكم، وإن شاء الله بشوفكم فيديو تاني جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.